أما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، وموضوع مهم نوعا ما والله يبعده على كل الناس يا رب. أكيد نور، رح نحكي بفقرتنا القانونية لليوم عن الطلاق. طبعا نعرف الطلاق بالمفهوم الديني وبالمفهوم العام إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن بكثير من الأحيان ممكن أسباب الحياة تتوقف، المشاكل بين الأشخاص ممكن تؤدي للوصول إلى نهاية المؤسسة الزوجية اللي هي بدأت بالتراضي بالتوافق وبعقد اللي هو عقد الزواج، توصل لمرحلة الطلاق. الطلاق له مسميات متعددة، وحتى بالقانون له أشكال وأنواع متعددة. رح نتعرف على كل ما يندرج ضمن القانون لا يؤدي لحالة الانفصال بين الزوجين وما يعرف بالطلاق، مع ضيفتنا لليوم المحامية الأستاذة سهير أقبيق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير وسعادة لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. خلينا بالبداية معك أستاذة نعرف الطلاق، كيف عرفه القانون السوري؟ بداية قانون الأحوال الشخصية السوري اللي مستمد أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية السمحاء جعل عقد الزواج أبدي، ولكنه بنفس الوقت لم يشاء أن يبقي هذا الرابط المقدس أو عقد الزواج بمثابة سجن لا يخرج منه الزوجان لا قدر الله إلا بالوفاة أو القتل، فأوجد حالة الطلاق وبغض فيه، فكان الطلاق أبغض الحلال إلى الله. طبعا دائما قانون الأحوال الشخصية سعى لاستمرار العلاقة الزوجية وسعى دائما للصلح باعتبار الصلح دائما وأبدا سيد الأحكام، وهدفنا الأول والأخير هو مصلحة الطفل. بداية كتعريف للطلاق، هو انتهاء للحياة الزوجية. طبعا سواء نسمع أنواع كالطلاق اللي هو الطلاق الإداري أو المخالعة أو التفريق، هي كلها بالنهاية مسميات تنتهي بالانفصال بين الزوجين، لكن الاختلاف عنا هون بالآلية وبطرق والمدة تماما. إذا بدي أبدأ بالطلاق الغيابي اللي هو الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، أو بنسمع عنه أنه طلاق الغيابي، أو بنسمع كمان بالدراما بيقولوا بعت ورقة الطلاق، تمام، بعت ورقة الطلاق عن طريق المحكمة. هلا هذا بيتم بإرادة الزوج المنفردة فقط، ممكن بنفسه أو ممكن عن طريق وكيل قانوني، بيراجع المحكمة الشرعية، بيتقدم بمعاملة. طبعا هو معاملة، بحب نوه أنه هو معاملة وليس دعوة، يعني ما بتاخذ إجراءات وأمد طويل، بيتقدم في ديوان المحكمة الشرعية، بيتسجل، بياخذ رقم بالأساس. هون يتم تبليغ، بيتحرر مذكرة دعوة للزوجة. الغاية من تحرير مذكرة دعوة هون للزوجة اللي تسنى لها أنه تطالب بحقوقها، معجل المهر، مؤجل المهر، النفقة، ما هي لا ياخذ إذنها، أو يعني فقط من باب أنه في عندك أنت موضوع طلاق إداري. وسواء حضرت الزوجة أم لم تحضر، طبعا هون عندنا في مدة شهر الإصلاح بيتحول الأدبار لمركز إعفاف للإصلاح الأسري، بيحاولوا انه يسعوا للصلح وتقريب وجهات النظر بين الزوجين. ان اصر الزوج على موقفه، سواء حضرت الزوجه او لم تحضر واراد انه تتمت معامله الطلاق الاداري، بيتعين موعد لرمي يمين الطلاق امام القاضي الشرعي. طبعا هون القاضي الشرعي بيساله اذا كان في طلقات سابقه، لانه هون نعتبر الطلاق الاداري طلقه واحده، يعني يعتبر طلاق رجعي، بحق له يراجعها بالعده تماما ما لم تنتهي فتره العده اللي هي مدتها 3 أشهر او 3 قروء. اما اذا لو في عندنا طلقه سابقه، صار هون عندي يا بائن بينونه صغرى، تمام، بدها عقد جديد ومهر جديد. او اذا قبله طلقتين، يعني وكانت هي طلقه الطلاق الاداري الثالثه، صار هون عندنا بائن بينونه كبرى، هون صار عندنا الحاله اصعب تماما، بدنا زوج جديد، تنتظر تتطلق، تنتظر العده ليرجع رد نعمل عليها عقد جديد ومهر جديد. نحن هون بيخطر لنا بصير عندنا موضوع بيمرق معنا، انه احيانا بيكون الزوج طلاقه تعسفي، يعني ما بيكون في سبب جوهري. القانون عنا اعطى الزوجه حق رفع دعوه، هون بقدر ترفع دعوه المطالبه بتعويض الطلاق التعسفي في حين كان الطلاق من دون سبب جوهري، يعني ما في سبب جوهري لسبب تافه، وما كان بنفس الوقت بطلب منها. طبعا سابقا قبل التعديل كان يشترط انه تثبت الزوجه انه جراء هذا الطلاق حيسبرها هي بؤس وفاقه، وكانت تحضر الشهود للمحكمه اخواتها مثلا انه انا ما عندي معيل. القانون الجديد على التعديل 4 لعام 2019 ريحنا من هي الفقرة، صفي فقط انه يكون من دون سبب جوهري وما يكون بطلب منها. المقدار التعويض ما بيتجاوز نفقة 3 سنوات، بيحكم لها فيه القاضي الشرعي على ان لا يتجاوز مقدار نفقة 3 سنوات، ممكن يعطيهم دفعة واحدة وممكن بالتقسيط. نعم. هيك اول فكرة عن الطلاق الاداري. بنرجع كمان بنسمع احيانا حالات انه الزوجة بتقول بتقلي يعني انا ممكن اطلق نفسي بنفسي، بنقول لها ايه ممكن اذا حصرا
محطوطه كانت مثل ما بيقولوا بالامثال الدارجه انه العصمه بايدها، يلي هو بده يكون تفويض صريح من الزوج بفك الزواج تماما بالطلاق، انه تفويضها بطلاق نفسها من زوجها. هذا الحكي يا بيصير اثناء الحياه الزوجيه يا اثناء المهم ينزل بالشروط الخاصه على صك الزواج. اذا بدنا ننتقل للحاله الثانيه اللي هي المخالعه، وحاسرع بالشرح. المخالعه اذا بدنا نفرقها عن الطلاق الاداري هي بتتم باراده زوجين معا، مو باراده زوج واحد مثل ما كان بالطلاق الاداري، يعني هون الاراده مشتركه، هو عقد رضائي محاط باطار شرعي. هون الزوج والزوجه بيتفقوا انه يا بيعملوا عقد المخالعه وبينزلوا بيثبتوا بالمحكمه، يا بينزلوا بدايه بيتبادلوا الفاظ المخالعه امام القاضي الشرعي، وهون ساعتها بيتركون مهله شهر للصلح. ما حبوا كانوا عاملين العقد بالبيت مثلا او بمكتب محامي، بيرزوا فقط صفي عليهم تثبيتها. حميز اعمل موازنه سريعه مشان توضح فكره المخالعه عن الفرق بيناتهم عن الطلاق الاداري. هلا المخالعه ما بتستوجب تستوجب حضور الزوج والزوجه بالمحكمه مشان تثبيت اجباري، لانه في اقرار فيها يعني فعلا انه صارت المخالعه. اما بالطلاق الاداري حضور الزوج بيكفي لحاله، سواء حضرت الزوجه او ما حضرت يتم الطلاق الاداري. بنرجع بالطلاق الاداري، بده بتحصل الزوجه على تعويض طلاق تعسفي هنيك، لا، لانه هو شو هي المخالعة؟ هي الزوجة تماما تتنازل عن حقوقها، هي بما معنى تفتدي نفسها، ممكن تتنازل عن المهر المعجل المؤجل، النفقة الزوجية، نفقة العدة، حتى ممكن تتجاوز أكثر من هيك الأشياء الجهازية، المساق الذهبي، وحتى ممكن في حالات بيصير ضغط عليها بتكون بس بدها تنهي، تتنازل عن نفقة الأولاد. هون فقط هذا التنازل، هلا هدن كلهم ما فيها ترجع عنهم، بس تنازل عن نفقة الأولاد يمكن رجوع عنه، لأنه بالأصل هو مو حقها، حق الأطفال. تمام؟ هي بالنسبة، بنرجع هذاك يعتبر الطلاق الإداري طلاق رجعي، تمام؟ يعني ممكن يراجعها بالعدة، أما هون هذا فسخ المخالعة على التعديل الجديد، أصبحت فسخ، يعني بدنا عقد جديد ومهر جديد. هيك موازنة سريعة بين هاد وهاد. بدنا ننتقل لآخر أنواع من الطلاق. في عنا التفريق، طبعا التفريق له كذا حالة، على رأسه والسائد أكثر شيء اللي عنا إياه هو للتفريق للشقاق والضرر، اللي بنلاقي أغلب المحاكم الشرعية في دعاوى وأعداد كبيرة. هذا اللي بيكون تركه هون الشرع هذا للزوجة، في حين أنه الزوج كان في معاملة غير إنسانية، شتائم، إهانة، ممكن ضرب، شتم إلها، شتم لأهلها، هون ترك له باب، في حين ورفض أنه الحل الودي أنه ينزلوا مع بعض يعملوا مخالعة رضائية، هون ترك له المشرع مجال أنه ترفع دعوة التفريق للشقاق والضرر. هون شو هو الشقاق والضرر؟ يعني هو استحالة الحياة الزوجية. طبعا هون إجراءاتها بسيطة، بتتقدم الزوجة بس فقط، لكن في عندها مدة، المدة اللي طول للأسف انه بتاخد وقت عندها بالمحاكم الشرعية نتيجة الأعداد الكبيرة، ممكن اللي تطول لسنتين، هذا إذا ما عذبها الزوج بالتبليغات، واللي ممكن بقى تشط أكثر. هون بقى هون في تصير بتقدم الاستدعاء، طبعا الأوراق قيود للزوجين، بيان عائلة، صورة على صك الزواج، بتسجل، بتم تسجيل الدعوة. بعدين نحن في عنا مرحلة طبعا تبليغ الزوج، منبلغه سواء إذا تبلغ بذاته أو تبلغ بواسطة أحد أبويه، ما في داعي لنعمل له رد تبليغ ثاني اختار، أما إذا تبلغ بواسطة مستخدميه أو بواسطة أخوته أو عن طريق المختار، هو بنضطر لتبليغ ثاني. هدول كله بتاخذ مدة قانونية للأسف، وبتطيل إجراءات أمد التقاضي، بتلابد منها. بعد المرحلة بصير عندنا موضوع مرحلة التحكيم، يا بتطلب هي حكم من أهله وهو حكم من أهله وبيوافقوا عليهم، يا أما بيختار إذا ما صار اتفاق بيعين القاضي الشرعي حكمين من الأباعد. مهمة الحكمين حاولت الصلح، تقريب وجهات نظر، يعني سعي لإنهاء الخلاف. بيصير بيجوا المحكمين على المحكمة الشرعية وبيكون الزوجين موجودين. طبعا هي كمان بدي أحكي إنه بالاستدعاء ممكن تبين بشكل صريح شو عم يحكي معه، ممكن تحتفظ فيه لمجالس التحكيم يكون الموضوع سري، مخافة إنه يعني ينتشر الموضوع، يعني حقها، يعني من حقها إنه تحتفظ باللي بدها تحكي، لا فقط لتكون جلسة الحكمين، لأنه جلسة المحكمين سرية حتى المحامين ما بيحضروها، فقط الزوج والزوجة والحكمين. طبعا جلسات التحكيم بتنعقد عند المحكمين بعد أول مرة ما يستلموا المهمة عند القاضي الشرعي، بصير بقى بيدعوا الزوج والزوجة، طبعا هن ملزمين بإعداد تقرير، طبعا هذا طبعا إذا ما توصلوا لحل، تماما إن توصلوا اتفاق وتصالحوا الزوجين مش الحال وقفنا الدعوة، ما توصلوا بدنا نعد يصير عنا تقرير الحكمين. التقرير بنبين فيه هون احنا عنا نسب الإساءة، إذا كانت الإساءة حسب وعلى أساسها بنحكم بالمهر، إذا كانت الإساءة أكثر أو أغلبها من الزوج هون بنصير بنعطي المهر طبعا المؤخر،
وليس المعجل، يعني المتأخر وليس المقدم أو المعجل، لأنه المعجل أو المتقدم مثل ما يقال أنه هو من حق الزوجة، ممكن حتى بتاخده أثناء وهي على ذمة زوجها، يعني من حقها تطلبه بسك، يعني تسك الزواج بالتنفيذ وبتطلبه وهي على ذمة زوجها، ولو ما في حالات يعني أنه مشاكل أو انفصال. تماما. بقى نسبة الإساءة بتتاخذ من مؤخر أو متأخر المهر تماما أو المؤجل. إذا كانت نسبة الإساءة أكثر أو كلها من الزوج بيطلع له المهر المؤخر كامل. أما إذا كانت هون الإساءة مشتركة، ممكن يكون يعني في عنا غلط من الزوج شوي، غلط من الزوج، بيحددوا نسبة مثلا 70-30 80-20. هون مثلا إذا كانت النسبة 70 بيعطوها 70%، إذا 70 من الزوج طبعا بيعطوها 70% من قيمة مؤجل المهر. هي بالنسبة طبعا الزواج هذا هو يعتبر طلاق بائن وقابل للطعن بالنقض، بتمضى فيه مدة العدة لازم تعمل 3 شهور بعده. نعم. طيب خلينا نحكي سريعا عن طلاق المفقود. تمام. عن طلاق المفقود هلا قبل ما احكي طلاق المفقود، بصراحه ظهرت هي كثير الحاله عندنا بنتيجه مفرزات الازمه. صحيح. يوميا بنتعرض لاسئله بالمحكمه الشرعيه، بدني زوجة المفقود بتقلي انه اقصر طريق، هل هو انه تفريق للشقاق اخذ ام تفريق للغيبه، ولا برجع بحكي عنا انا تجاوزتها مشان السرعه، او انه دعوى اعتبار المفقود ميت. هلا انا بقول لها انه طبعا وحوضح للمشاهدين شو مين هو المفقود. المفقود هو كل حسب الماده 202 هو كل من لم تعرف حياته من أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان. أما الغائب يعني إذا المفقود لمدة قد إيه؟ في مدة محددة؟ تماما. هلا هدي حأحكيها. والغائب يعتبر كالمفقود في حين أنه تعطلت مصالحه ولم يعد بإمكانه الرجوع لإدارة شؤونه بنفسه. إمتى بنقدر نعمل نوفي المفقود؟ مثلا دعوة اعتبار المفقود ميت، هي بنقدر بنساويها بشكل عام. نحن لما بنوفي مفقود بننتظر 80 سنة من عمره أمثاله، يعني سن هلاك أمثاله. أما نحن بالوضع اللي فيها وسوريا بالوضع الراهن ونحن في عمليات أماكن فيها عمليات حربية وأماكن ساخنة يلي بيغلب على الغائب فيها الهلاك، هون أعطانا التشريع يعني إنه المرسوم إنه بنقدر نحكم بوفاته بعد 4 سنين من تاريخ الفقدان. طبعا أهم شيء نعمل نحن عنا ضبط شرطة مجرد ما انفقد، وبنستنى 4 سنين يمضي عليه، لأنه هذا ضبط الشرطة هو الوسيلة الوحيدة للإثبات عنا، وبننطر بعد 4 سنين اليوم التالي إلى بيكون هو تاريخ وفاته ينحكم بفقدانه. هون بهالحاله ليه عم نميل عليه هذا؟ انا يعني بفضل انه تلجأ له الزوجه طالما في مده، لانه هون بترس. تمام. هون بتصير هي بحكم الارمله وبترس، وبعدها بتحب تتزوج بعد ما تنهي مده العده اللي 4 اشهر و10 ايام. 80 سنه ما بتورث اللي استنت بلا تماما. بلا كمان هذيك الحاله بترس، بس انه لو بتلجأ لدعوه تفريق للشقاق او للغياب هون ما عاد ترس. عرفتي علي؟ اما هون بترس لانه صارت بحكم الارمله، بترس زوجها المفقود. هلا كثير في اهالي المفقود احيانا بيكون عندهم نيه سيئه، ما بيوفوا ابنهم، ما بيفقدوه مشان يحرموها نوعا ما من الميراث، ترجع للاسلوب الثاني للتفريق للشقاق. هون اسرع، صحيح طريق اسرع وما بدها تنتظر مده، لكن نفس الوقت عم اقول لك انه ما بترس. تماما. بقى هون بهذا الحكي طبعا دعوى اعتبار مفقود ميت بدها اجراءات معينه، تعيين وكيل قضائي على المتوفى، احد الاقارب بيراجع القاضي الشرعي، بيحضر قيود مدنية له، واللي طالب اللي طالبين توفيته طبعا بيان عائلي مشان يشوف إذا في قرابة لا حكمة عليه. وهون ساعتها بيعينه القاضي الشرعي مشان صحة الخصومة، وبيرفع عليه حدا اللي بده يورث، بيرفع عليه ممكن أخوه مشان نوفيه، ممكن ترفع عليها الزوجة هي باعتبار أحد من الورثة، وبتسم دعوة اعتبار مفقود ميت وبيصدر الحكم بوفاته. هذا بنعتبره طلاق مفقود، بس في حالات يمكن بسبب مثل ما قلتي أستاذ الأزمة انفرضت هي المدة الزمنية، بس شفنا حالات طلاق مفقود ممكن يعود. هون يعتبر تماما طلاق باطلا، يعني تماما بعد 4 سنوات أو 5 سنوات تمت تماما عملية الطلاق. تمام. وتمت عملية القانونية، لقينا بعض الحالات عودت هيدا المفقود، قانونيا يعتبر هيدا الطلاق باطل؟ تماما. هلا في حال عودة المفقود نحن شو بكون الزوجة؟ للأسف كمان بتصير عندنا كثير الحالات انه هي الزوجة احيانا ما عم تنتظر هي دعوة اعتبار مفقود ميت، وبتروح على طريق الزواج العرفي بتتزوج مرة ثانية. هون بتظهر مشاكل عندنا بالأنساب وبيظهر مشاكل في حين ظهر الزوج المفقود حي. نحن هون في عندنا حاله شلون نعالجها؟ اول شيء يعني اول حاجه تماما في حين ظهر الزوج المفقود حي والزوجه ما تزوجت، هو احق بارجاع زوجته. تمام.
أما في حين أن تزوجت وكان العقد قبل الدخول، يعني تزوجت زوج آخر قبل الدخول، كمان هو هي الحالة الثانية أحق بعودة زوجته له. الحالة الثالثة في حين تزوجت الزوجة وكان بعد الدخول، لكن الزوج الثاني علمان أنه زوجها الأول المفقود هو على قيد الحياة، هو أحق هون بيرده له. الحالة الأخيرة فاتتني والله نسيتها، بس انه هدول هن الاربع حالات تماما بيحق لي. طبعا اذا ما كانت الحاله الاخيره، انه اذا ما كانت متزوجه كمان هي بتحق انه ترجع له. اما اذا كان بقى انه متزوجه زوج ثاني وما كان على علم بالزواج الاول، هون يستمر زواجها. تماما لا تعود، لا تماما، طالما ما هو الزوج الثاني ما على علم بحياة الزوج الأول هون لا تعود. نعم. طيب أستاذة كمان سريعا قبل ما نختم حديثنا، كتير بنسمع أنه مؤسسة الزواج اللي تبنى صح فهي بتريح الأشخاص كتير في حال لا قدر الله وصلوا للانفصال. صحيح. وبنعرف أنه عقد الزواج بإمكان الطرفين يحطوا شروط معينة. طبعا. إنه في حال مثلا تم الزواج اعتبر طالق، في حال زواج علي، يعني في حال تم كذا اعتبر كذا، ممنوع مثلا اريد مزاولة مهن، في كثير قصص ممكن السيدة او حتى الرجل يحطوها ببنود طبعا. الزواج. طيب اذا انا اخل الزوج او الزوجة اخلت بهذا البنود وصلنا لحالة الطلاق، تمام، بينطبق علينا احد الحالات اللي موجوده ولا لا؟ بيوفي الشروط اللي موجوده اصلا كانت بعقد الزواج؟ طالما ان الزوجين اتفقوا من البدايه لازم يكون انه شروط خاصه. نحن في عنا بسك الزواج في فقره اخر شيء شروط خاصه، بتشترط الزوجه انه عدم الزواج عليها، بتشترط عدم السفر، بتشترط، طالما انه شروط بيسمح بيها القانون فالزوج ملزم فيها، واي هذا بيسمح له انه تفسخ عقد الزواج، اي اخلال بهذا الشروط او ممكن انه متابعه عملها. طبعا لا اكيد، بس طبعا يعني ضمن الإطار اللي هو إنه الحفاظ على وضع العائلة، كمان الحفاظ على مصلحة المحضون. نحن في عنا هون محضون. صحيح. كمان ما معقول إنه يكون عمل المرأة مثلا يتجاوز 10 ساعات عمل يومية. أصلا هذا سبب من أسباب سقوط الحضانة، يعني لازم عمل المرأة إذا حبت تعمل لازم ما يتجاوز 7 ساعات عمل يوميا، يعني دائما ضمن ضوابط معينة إنه بالنهاية إنه نحافظ على الأسرة وعلى كينونتها، وطبعا بيكون في أطفال بالنهاية في هدف الأسمى هو مصلحة الطفل. أكيد نتمنى الوفاق لكل العائلات، مثل ما قلنا الله يبعد الطلاق عن الكل، بس هي معلومات قانونية يجب الاطلاع عليها. وشفنا بعد التعديلات الأخيرة للقانون السوري صار في قوانين فينا نقول يمكن عم تعطي المرأة جميع حقوقها. بدنا نشكرك أستاذة على وجودك معنا، شكرا كثير لك. يا هلا، شكرا لكم. بحب أختم نهاية بسيطة أنه بنصح جميع الأزواج أنه في حين صار لا قدر الله مشاكل زوجية يتجاوزوها، وفي حين لابد من الانفصال، نعتمد ثقافة الانفصال هي تكون تسود المحبة والاحترام والتفاهم بين الزوجين، كي للأسف ما يدفع الطفل ثمن ضريبة هذه الخلافات والمهاترات. نعم، الله يبعد عن الجميع، ودائما الأسر تضل بيوتها عمرانة. شكرا كثير يا هلا يسعدكم يا رب.